مرحبا بكم مجددا ضمن دروس التعليم عن بعد مادة الاجتماعيات مستوى الأولى بكالوريا للشعب العلمية والتقنية والشرعية مسلك الأصيل. عنوان الدرس نظام الحماية بالمغرب والاستغلال الاستعماري. إذن كأهداف لهذا الدرس حددنا الأهداف التالية: أولا تحديد معنى الحماية وإبراز ظروف فرضها على المغرب. كهدف ثاني تعريف الأسس التي يرتكز عليها نظام الحماية بالمغرب وتفسير آلياته. كهدف ثالث دراسة وسائل وأشكال الاستغلال الاستعماري بالمغرب واستخلاص عواقبه على المجتمع المغربي. ثم كهدف أخير الوعي بمساوئ نظام الحماية كشكل من أشكال الاستعمار. إذن قبل أن نشرع في مضامين هذا الدرس لابد أن نذكر بالمكتسبات السابقة المتعلقة بتاريخ المغرب، والسبق تطرقت إليها خلال المجزء الأولى، ويتعلق الأمر درس الضغوط الاستعمارية على المغرب خلال القرن التاسع عشر. إذن بالمجمل نقول بأن المغرب خلال القرن التاسع عشر تعرض لعدة ضغوط، ويمكن أن نميز في هذه الضغوط بين ضغوط عسكرية ممثلة في معركة إسلي وحرب تطوان، وضغوط دبلوماسية حماية القنصلية مؤتمر مدريد ثم المعاهدة التجارية مع بريطانيا. كانت نتيجة هذه الضغوط مجتمعة نتيجتين أساسيتين: النتيجة الأولى إضعاف المغرب اقتصاديا وسياسيا، والنتيجة الثانية اللي هي عبارة عن رد فعل المغاربة تجلت في الإصلاحات والتي كانت محدودة النتائج. وبالتالي فإن هذه النتائج نتج عنها أيضا تصاعد الضغوط الاستعمارية عليه، يقصد المغرب نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. إذن نسجل كتمهيد، تعتبر سنة 1912 السنة التي فقد فيها المغرب استقلاله، فبعد سلسلة من الضغوط الاستعمارية التي تعرض لها المغرب خلال القرن التاسع عشر، لقلنا أنها ضغوط سياسية وضغوط عسكرية، ومطلع القرن العشرين تجندت فرنسا ومن ورائها القوى الاستعمارية الأخرى لفرض الحماية على المخزن في 30 مارس 1912، وعملت السلطات الفرنسية والإسبانية على استغلال موارده الطبيعية والاقتصادية والبشرية، مما انعكس على المغاربة اقتصاديا واجتماعيا. لذلك نطرح كأسئلة رئيسية: فما السياق التاريخي لفرض الحماية على المغرب؟ وما الأسس والآليات التي قام عليها هذا النظام؟ وما أشكال الاستغلال الاستعماري وآثاره على المغاربة؟ إذن كمحور أول نتطرق إلى ظروف فرض الحماية على المغرب والأسس التي قام عليها هذا النظام. إذن نبتدئ بظروف فرض الحماية ونميز فيها بين ظرفين أساسيين: ظرف خارجي نعبر عنه بالسياق الدولي، حيث اشتد التنافس حول المغرب كما قلنا في مطلع القرن العشرين، تجلى في توقيع فرنسا لعدة اتفاقيات ثنائية بداية 1902 مع إيطاليا حول المغرب وليبيا، ثم سنة 1904 مع بريطانيا حول المغرب ومصر. ألمانيا اعتبرت أن هذا الاتفاق وتحديدا اتفاق 1904 موجه ضدها، وبالتالي كانت هناك زيارة غيوم الثاني إمبراطور ألمانيا إلى طنجة بهدف الدفاع عن مصالح بلاده، فنتج عن هذه الزيارة تدويل المسألة المغربية من خلال عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906، والذي وضع المغرب تحت الوصاية دولية حيث منح امتيازات لكل من فرنسا وإسبانيا. بعد ذلك شرعت فرنسا في احتلال وجدة والدار البيضاء، وتدخلت إسبانيا حيث غزت شمال المغرب سنة 1909، ووصلت القوات الفرنسية إلى الرباط وفاس سنة 1911. فاس كانت هي العاصمة.
كان رد فعل ألمانيا مرة أخرى أن أرسلت بارجة حربية إلى أكادير. البارجة هي السفينة الحربية، وبالتالي انتهت الأزمة في إطار الصراع الألماني الفرنسي بالاتفاق الفرنسي الألماني 1911، وبالتالي تنازل فرنسا لألمانيا عن جزء من الكونغو. هذا مكن من إزاحة ألمانيا، وبالتالي أطلقت فرنسا يدها على المغرب. إذا من خلال هذه الخطط يمكن أن نميز في الضغط الخارجي أو السياق الدولي ما بين ضغط سياسي الذي ابتدأ من 1902 واستمر إلى حدود 1906، ثم هناك ضغط عسكري امتد من 1907 إلى حدود 1911، توج باتفاق سياسي آخر في 1911، وبالتالي كانت النتيجة أن انفردت فرنسا بالمغرب. السياق الداخلي أو الأوضاع الداخلية تمثلت فيما يلي: كون المغرب عاش أزمة داخلية في عهد السلطانين المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ تمثلت فيما يلي: على المستوى الاجتماعي حدوث أزمات تجلت في انتشار جراد، مجاعات، تزايد الفقر، كثرة الأمراض والأوبئة. على المستوى الاقتصادي تزايد حجم القروض الأجنبية وإتقال كاهل الفلاحين بالضرائب غير الشرعية. فيما يتعلق بالنسبة للقروض الأجنبية، فالمغرب في إطار إصلاحاته اضطر إلى الاقتراض من الدول الأوروبية وعجز عن سداد تلك الديون، وبالتالي تراكمت عليه الديون وزاد الضغط الاقتصادي. ثم هناك أوضاع سياسية تجلت في التمردات القبلية ضد المخزن بقيادة كل من بوحمارة والريسوني. بوحمارة في الجهة الشرقية، جلالي الزرهوني أو الروقي، ثم الريسوني في شمال المغرب. وقد استغل معا تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. إذن ماذا نتج عن ذلك؟ إذن كما أمام كل هذه الأوضاع كان هناك ضعف مداخل الدولة والأزمة المالية التي فرض فيها السلطان مولى عبد العزيز ضريبة الترتيب التي عارضها ذوي الامتيازات. إذن حاول السلطان أمام ضعف مداخل أن يفرض ضريبة على جميع المغاربة عرفت بضريبة الترتيب، إلا أن أصحاب الامتيازات رفضوها. ثم شرع السلطان في تطبيق مقتضيات مؤتمر الجزيرة الخضراء. إذن من جهة هناك أزمة داخلية، ومن جهة السلطان حاول أن يطبق ما جاء به في مؤتمر الجزيرة الخضراء. ماذا نتج عن ذلك؟ قام علماء فاس بإبعاده سنة 1908 وبيعة أخي المولى عبد الحفيظ بيعة مشروطة تجلت هذه الشروط في رفض مقررات الجزيرة الخضراء واسترجاع المناطق المحتلة. إذن في 1908 كانت هناك منطقتين أساسيتين تم احتلالهما كما أسلفنا، لهما كل من مدينتي الدار البيضاء ووجدة. النتيجة النهائية أن الضغط الدولي جعل المولى عبد الحفيظ يهادن الفرنسيين، مما أثار غضب المغاربة، فحاصر المغاربة قصر فاس، ومما جعل الجيش الفرنسي يتدخل بدعوى حماية السلطان وإجباره على توقيع معاهدة الحماية في 30 مارس 1912. إذن هذا فيما يتعلق بالنسبة للأوضاع الداخلية. وبالتالي يمكن أن نلخص سياق فرض الحماية فيما يلي: هناك سياق دولي تجلى في ضغوط سياسية وضغوط عسكرية. الضغوط السياسية امتدت كما قلنا من سنة 1902 إلى 1906، والضغوط تسوية ثنائية والمؤتمرات. ثم هناك الضغوط العسكرية ما بين 1907 و 1911 من خلال احتلال فرنسا لوجدة، ثم احتلال إسبانيا لمناطق الشمال، ثم أزمة أكادير. وهناك ضغوط داخلية ارتبطت كما أسلفنا بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فعلى المستوى السياسي قلنا هناك حدوث تمردات وحدوث البيع المشروطة. على المستوى الاقتصادي أيضا قلنا هناك فشل ضريبة الترتيب ولجوء المغرب إلى الاقتراض. وعلى المستوى الاجتماعي حدوث أوبئة مثل انتشار الجراد والمجاعة. إذن كل هذه الظروف سواء كانت الداخلية أو الدولية أدت إلى فرض الحماية الفرنسية على المغرب في 30 مارس 1912. الآن ننتقل إلى تحليل بنود معاهدة الحماية أو معاهدة فاس. إذن هذه صورة مأخوذة من وثيقة معاهدة الحماية في 30 مارس 1912، وتلاحظون أنها بنسختين بالعربية والفرنسية.
مثلا كما جاء في الفصل الاول ان دوله الجمهوريه الفرنسويه وجلاله السلطان طبيعة الحال اتفق على تسيير نظام جديد في المغرب. إذن ما الذي تضمنته هذه المعاهدة؟ إذن هي عبارة عن معاهدة قلنا فرضتها فرنسا على المغرب 30 مارس 1912. تجلى مضمونها. إذن تتكون معاهدة الحماية من ديباجة وتسع فصول. الديباجة المقصود بها هو النص التقديمي لكل معاهدة. في المواد الأربعة الأولى يتم الحديث أو يتحدث العقد عن النظام الجديد الذي ستؤسسه فرنسا بالمغرب، وهو نظام يقوم على الأمن الداخلي وإدخال الإصلاحات والحق في احتلال البلاد والتحكم في حدودها والتفاوض باسمها في كل قضايا الخارجية، إضافة إلى حقها في وضع القوانين وحماية السلطان. بينما المادة الخامسة يتم التعريف بصلاحيات المقيم العام والممثلة في السياسة الخارجية المصادقة على القوانين. إذن هذا العقد يحتمل أو يتحمل أمور خطيرة، فهو يقصي النظام المغربي ويعوضه بنظام جديد ويحول السلطان إلى مجرد وسيلة لتمرير سياسات الاستعمارية. كتلخيص لما جاء في مضامين عقد الحماية، نقول بأن عقد الحماية جرد سلطة السلطان من كافة الصلاحيات وأصبحت شكلية، بحيث لم يعد للسلطان سوى صلاحيات تالية: توقيع الضهائر كصفة والإشراف على الوزارات ذات طابع ديني، بينما باقي الوزارات الأخرى تحولت إلى صلاحيات الإدارة أو الإقامة العامة. ننتقل الآن إلى تحديد الأسس والأجهزة التي ارتكز عليها نظام الحماية. لاحظوا معي الخريطة. المغرب في زمن الحماية قسم إلى ثلاث مناطق نفوذ. إذن تلاحظون هناك منطقة دولية أو منطقة نفوذ دولي بمنطقة طنجة. إذن طنجة كانت منطقة خاضعة للتسيير الدولي. ثم هناك مناطق النفوذ الإسباني في أقصى الشمال والجنوب. وأخيرا مناطق الحماية الفرنسية في باقي التراب المغربي. إذن يتم التمييز في المناطق التي قسم إليها المغرب إلى ثلاث مجالات: حماية فرنسية في وسط البلاد، نفوذ أو حماية إسبانية بالشمال والجنوب، ثم طنجة ذات الوضع الدولي. فيما يتعلق بالنسبة للتسيير الإداري، لدينا هنا خطط تتضمن التنظيم الإداري سواء بالنسبة للحماية الفرنسية وما وزاه من إدارة مخزنية. كما أسلفنا ذاكرا، الإدارة المخزنية على رأسها السلطان، واقتصرت على الوزارات الدينية: الديوان، الأحباس ووزارة العدلية، الأحباس أو وزارة الأوقاف. ثم هناك صفة الصدر الأعظم الذي يمثل الوزير الأول، وهو صلة الوصل ما بين السلطان والإقامة العامة. بينما الإقامة العامة تلاحظون على رأسها الإقامة العامة أو المقيم العام، ونميز فيها بين ثلاث مستويات: مستوى الإدارة المركزية، ثم مستوى الإدارة الجهوية، وأخيرا مستوى الإدارة المحلية. لدينا إدارتين أساسيتين. مركزيا تحكمت الإقامة العامة في كل الوزارات بعد أن حولتها إلى إدارات وكتابات. ثم هناك إدارة محلية، بحيث نميز فيها ما بين المناطق التي تخضع للمراقب المدني، وهي المناطق التي سبق وأن احتلت وأصبحت خاضعة للاحتلال الفرنسي، ومناطق خاضعة للمراقب الشؤون الأهلية أو مناطق خاضعة للضباط العسكريون على اعتبار أنها لا زالت تشهد مقاومة. إذن على المستوى المركزي كخلاصة نقول: إدارة يرأسها المقيم العام الذي يصدر القوانين باسم السلطان ويشرف على الشؤون الإدارية والاقتصادية إلى غير ذلك. ثم على المستوى المحلي نميز بين مناطق مدنية يتولاها المراقب المدنيون، مناطق عسكرية توجد في المناطق المحادية للمناطق التي لا زالت تشهد مقاومة، مثل منطقة مثلا فاس وغيرها، وأخيرا مناطق مختلطة ما بين هذين المجالين. في سنة 1925 حدث تحول في التسيير الإداري لنظام الحماية بالمغرب. فمعلوم أن نظام الحماية هو استعمار غير مباشر،
تحتفظ الدولة المستعمرة بإدارتها وتقوم الدولة المستعمرة بالإشراف والتسيير. في سنة 1925 قامت سلطات الحماية بعزل ليوطي من منصبه، فتحولت الحماية من المراقبة إلى الحكم المباشر. لذلك ننتقل الآن إلى المحور الثاني والمتعلق بمظاهر الاستغلال الاستعماري وآثاره على المغاربة في عهد الحماية. إذن نبتدئ بأول محور اللي هو مظاهر الاستغلال الاستعماري، حيث نميز بين المجالات الاقتصادية الثلاث. مجال الفلاحي، إذن عندنا مصادرة سلطات الحماية لأخصب الأراضي بطرق متعددة، بمعنى لكي تشرع في الاستغلال الفلاحي فهي أولا في حاجة إلى الأراضي، وهي في حاجة إلى أخصب الأراضي، ومن أجل ذلك وظفت مجموعة من الأساليب مثل قانون التحفيظ العقاري، فاستغلت جهل المغاربة وعدم درايتهم بالقانون وصادرت عدد كبير من الأراضي، ثم عملية شراء والرهن، نظام المخارطة أو أن يصبح الأجنبي شركة للمغربي فيتم مصادرة أراضيه، مما دفع أو ثم إغراق المغاربة بالقروض وعجز هؤلاء الأخير عن السداد، وبالتالي مصادرة الأراضي، إلى جانب اعتماد نظامين أساسيين اللي هما كل من الاستعمار الرسمي والاستعمار الخاص. المقصود بالاستعمار الرسمي الأراضي التي صادرتها إدارة الحماية سواء كانت تابعة للجماعات أو التي ترى أهلها، ثم الاستعمار الخاص التي اشتراها المعمرون. إذن وفرت سلطات الحماية للمعمرين الإمكانات المالية والتجهيزية، ولكن قبل ذلك وفرت أخصب الأراضي، وبذلك حصلوا على استغلاليات واسعة وخصبة. في الميدان الصناعي استغلت فرنسا ثروات المغرب فنهبت ثرواته المعدنية والطاقية، فالمكتب الشرعي للفوسفات نهب معدن الفوسفات من مناجم خريبكا منذ 1922، وكانت أهداف سياسة الاستعمار التصنيعية هي إقامة الصناعات المرتبطة بالمواد الفلاحية والمعدنية المصدرة إلى فرنسا، وبالتالي هذا ما جعل المغرب سوقا استهلاكيا لمنتجات الصناعة الاستعمارية. إذن فرنسا من ناحية صناعية ركزت على صنفين أساسيين، صنف الصناعة الاستخراجية التي تستخرج مواد أولية ثم تحول للتصدير، ثم صنف الصناعات الغذائية والاستهلاكية الخفيفة. أخيرا في المجال التجاري نميز فيها ما بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية. على مستوى التجارة الداخلية شجعت سلطات الاستعمار الجالية الأجنبية على إقامة مجالات أو محلات تجارية صغرى وكبرى التي تبيع بالجملة والتقسيط وتقوم بعملية السمسارة. إذن هنا سنلاحظ أن أول من سيتضرر من هذا الإجراء هم تجار المغاربة الصغار. أما على مستوى التجارة الخارجية فقد كانت صادرات المغرب كما أسلفنا عبارة عن مواد خام سواء فلاحية أو مواد خام أولية، تباع بأثمنة ضعيفة مقابل واردات مصنعة ذات قيمة مرتفعة، وبالتالي ما كان من نتائج ذلك عجز في الميزان التجاري. إذن هذا الاستغلال سيخلف آثارا على الاقتصاد والمجتمع المغربيين. فعلى المستوى الاقتصادي لاحظوا معي هناك خريطة، الخريطة تبين لنا مظاهر الاستغلالين الفلاحي والصناعي. فعلى مستوى الاستغلال الفلاحي تلاحظون كما هو ممثل في الخريطة باللون الأخضر عبارة عن أراضي الاستعمارين الرسمي والخاص، وتلاحظون أن كل تلك الأراضي مرتبطة بالأنهار، بمعنى وفرت لها أراضي خصبة قريبة من المنابع المائية من أجل تسهيل عملية السقي. ثم هناك عندنا مجموعة من المناجم والمعادن ومصادر الطاقة واللي تم الشروع في استغلالها. من الناحية التجارية ستلاحظون هنا جدول يرصد مظاهر استغلال استعماري من خلال الميزان التجاري المغربي ما بين 1921 إلى 1956، تلاحظون أن الصادرات دائما قيمتها أقل من الواردات. فالصادرات مثلا في 1921 كانت 18.1 مليون فرنك، بينما الواردات 42%. انتقل هذا العدد من الصادرات إلى 108 مليون فرنك، وقفز الواردات إلى 161 مليون فرنك، وبالتالي تراكم العجز وانتقل من 24.6 مليون فرنك ليصل إلى 52 أو يتضاعف إلى 52.9. وبالتالي نقول بأنه في الميدان الفلاحي انتقال الأراضي إلى المعمرين الأوروبيين وظهور الملكيات الكبرى وتزيد الاهتمام بزراعات المنتجات التسويقية.
بدل المعيشية. في المجال الصناعي تراجع الحرف نتيجة غزو المنتجات الصناعية الحديثة للأسواق المغربية واستنزاف الثروات الطبيعية. وفي المجال التجاري ارتباط المغرب تجاريا بفرنسا وإسبانيا بتسجيل عجز مزمن في وضعه التجاري. على المستوى الاجتماعي تلاحظون لدينا مجموعة من الصور. الصورة الأولى هناك لها ارتباط بالصورة الثانية، فإذا كانت الصورة الثانية على سبيل المثال تتحدث عن وضعية الفلاح المغربي الذي لا زال يعتمد بوسائل تقليدية، فإن الأراضي التي خضعت لفرنسا هيئت لها أحدث الوسائل التي رافقت عصرها، إذن هناك ضرر بالنسبة للفلاحين. نتج عنه مشكل الهجرة نحو المدن وبالتالي ظهور أحياء صفيحية، صورة ممثلة في حي صفيحي الأشهر في المغرب كريان سنترال. إذن من بين النتائج على المستوى الاجتماعي نجد تدهور وضعية الفلاحين والحرفيين والتجار المغاربة، إذن كل الفئات تضررت. تزايد حدة الفقر على اعتبار أن هناك إفلاس الفلاحين، إفلاس الفلاحين الذين فقدوا أراضيهم وهاجروا نحو المدن، إفلاس التجار والصناع الذين وجدوا منافسة قوية، ثم نتج عن ذلك بسبب الهجرة والفقر تفاقم الفوارق الاجتماعية وتزايد الهجرة نحو المدن خاصة مدينة الدار البيضاء، وبالتالي ظهور أحياء صفيح خاصة كما قلنا كريان سنترال. إذن كخاتمة للدرس نقول عملت سلطات الحماية على نهب واستغلال خيرات المغرب معتمدة في ذلك على مؤسسات مالية وعسكرية وخبرة إدارية، وكان من نتائج ذلك الاستغلال تقوية الروح الوطنية وتوجيه الحركة الوطنية نحو وضع برامج عمل يهدف للنضال من أجل تحقيق الاستقلال. إذن إلى هنا نكون قد انتهينا، وبالتالي ننتقل إلى نموذج تطبيقي. لاحظوا معي هناك خط زمني يطلب من المتعلمين أن يمثلوا داخل الخط زمني الأحداث الواردة و رسم مراحل الضغوط السياسية والعسكرية. خط زمني يمثل السنوات التالية من سنة 2002 إلى سنة 2012. هناك مجموعة من الأحداث: فرض الحماية، مؤتمر الجزائر الخضراء، اتفاق فرنسي إنجليزي، زيارة غيوم الثاني لطنجة، احتلال فرنسا لوجدة، اتفاق فرنسي إيطالي، فرنسي ألماني، ثم تدخل إسباني بالشمال وأزمة أكادير. إذن أول حدث كما أسلفنا في سنة 1902 كان هناك اتفاق فرنسي إيطالي حول المغرب وليبيا. في سنة 1904 وقع اتفاق فرنسي إنجليزي حول المغرب ومصر. في سنة 1905 كان هناك زيارة غيوم الثاني، كما قلنا بأن ألمانيا اعتبرت هذين الاتفاقان موجها ضدها، وبالتالي عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906. في سنة 1907 سيكون هناك أول تدخل عسكري من خلال احتلال فرنسا لوجدة. 1909 تدخل إسبانيا بالشمال، ثم 1911 لدينا حدثين رئيسيين: أزمة أكادير والتي أعقبها اتفاق فرنسي ألماني، وفي سنة 1912 فرضت الحماية على المغرب في 30 مارس 1912. ثم كسؤال ثاني أرسم مراحل الضغوط السياسية والعسكرية على المغرب. فالضغوط السياسية تؤثر في الفترة ما بين 1902 و1906، بينما الضغوط العسكرية تؤثر ما بين 1907 و1911. وبالتالي نكون قد انتهينا من درس نظام الحماية بالمغرب والاستغلال الاستعماري.